السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. إخواني، اليوم درسنا على حماية براد، حماية تلفزيون، حماية غسالة أوتوماتيك. هاي الدرجة بالسوق تقريبا 3 دقائق ونص زمنها. نحن نريد شلون نقص الزمن. يعني بالعادة بشكل عام في كتير حمايات البراد بيجي 3 مقاومات متغيرة: مقاومة للخفض، ومقاومة للرفع، ومقاومة للزمن، تعيير الزمن. يعني انت بتحدد الزمن على كيفك، مثل تبع المنظمات هذول. اما هون شلون بدنا نتحكم او بننقص الزمن تبع هالدارة هاي؟ في مكثف هون، لاحظوا المكثف قريب على الدارة الجسرية. هذا المكثف 22 ميكروفارات 50 فولت. هذا المكثف الوكالي، ها 22 ميكروفارد بيعطيك 3 دقائق ونص. اذا حطينا 10 ميكرو، يعني تقريبا نص القيمة، تتقسمها يعني تقريبا دقيقة ونص وشوي. يعني هو 3 دقائق ونص، يعني دقيقة ونص و يعني دقيقتين الا ربع يعني. اما بالنسبة اذا حطينا مثلا بنقصه اقل من هيك كمان، في بنحط مثلا 2.2 ميكرو. هلا انا حطيت 2.2 ميكرو. هلا شوفوا المكبرة، هذا 2.2 ميكرو، عم تلاحظوا 50 فولت. طبعا هذا تقريبا بيعطي بحدود شي 15 ثانية، وتقدر بتحط 1 ميكرو بيصير اقل. هلا اذا وصلناه فرضا، هلا اذا وصلناه على السيريه، طبعا دائما اشتغلوا على السيريه مثل ما خبرتكم. هلا هاي بنركبه على السيريه ونبدا العد. هاي بدا العد، طبعا هذا تبع الزمن هذا، والعد عم يشتغل معنا. ولاحظوا هاي 15 ثانية على التمام. هلا اذا حطينا مثلا 1 ميكرو، يعني تقريبا بيعطيك 10 او 8 ثواني. هذا حبيت اشارككم هالفيديو مشان بتعرفوا بتغيروا اي مكثف، هاد بالذات يعني بتغيروه وان شاء الله يفي بالغرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.